الحكام على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب ستجرب خلال كأس القارات 2017، وفي الوقت الذي لم يقطع فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم الشك باليقين بخصوص إدراج هذه التقنية في مونديال 2018، يرى الكثير من المعنيين أنه أمر لا بد منه. في هذه المباراة تجرب تقنية الفيديو. الحكم السلوفيني دامير سكومين الذي أدار نهائي الدوري الأوروبي يرى أن التقنية ستكون حاضرة في المونديال. حسنا، أعتقد أننا لا نملك المزيد من الوقت، هذا العام مهم جدا. أعتقد أنه من الواضح أننا بحاجة إلى تقنية الفيديو في المونديال. تردد الفيفا نابع من تخوفه من التسرع في إعلان قرار مماثل قبل نحو عام من انطلاق الحدث العالمي، غير أن مساعد حكم الفيديو جيرمان روفو واثق من أن استخدام عدد إضافي من الحكام سيخفف من الانتقادات الموجهة لقرارات حكام الساحة. أعتقد أنه أمر مهم جدا، لأن الفرق الآن تخسر بسبب قرارات غير موفقة تجعل ضحاياها يشعرون بالإجحاف. اللاعبون الآن سيعلمون أنهم إن خسروا لن يكون السبب قرارات الحكام الخاطئة. مسؤول التكنولوجيا في الفيفا أكد أن الأصداء الواردة من الحكام واللاعبين في المباريات التي استعين فيها بتقنية الفيديو كانت إيجابية. حتى الآن الأصداء إيجابية جدا. أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا لتدريب الحكام وتجريب تقنية الفيديو. عموما الفكرة جيدة، لذلك فإن الرئيس إنفانتينو يدعمها. نريد تفادي الأخطاء والأمر كله يقوم على هذه النقطة. تقنية الفيديو في المونديال الروسي تبدو مسألة وقت فقط في انتظار القرار الفصل.